جذع الدماغ هو الكتلة العصبية التي تربط الدماغ الأمامي بالمخيخ وبالنخاع الشوكي. يلعب جذع الدماغ دورا أساسيا في مجموعة من الوظائف الحيوية مثل الوعي والتنفس وسرعة القلب. يشكل جذع الدماغ ممرا رئيسيا للإشارات الحركية والحسية، كما يضم مراكز للسيطرة على الألم. تنبع معظم الأعصاب القحفية من جذع الدماغ. ينقسم جذع الدماغ إلى ثلاثة أجزاء: الدماغ المتوسط، الجسر، والنخاع المستطيل. الدماغ المتوسط هو الجزء العصبي المرتبط مباشرة بالدماغ الأمامي من خلال سويقات المخ. خلف هذه السويقات يوجد الغطاء. مباشرة خلف هذا الأخير توجد القناة الدماغية، والمعروفة أيضا باسم مسال سيلفيوس. هذا الأخير يربط البطين الثالث بالبطين الرابع. على الجزء الخلفي من الدماغ المتوسط يوجد السقف، ويتكون من بروزات أربعة تعرف بالأكيمات، وتشمل أكيمتين علويتين لحاسة البصر وأكيمتين سفليتين لحاسة السمع. يشكل الجسر الجزء الأوسط من جذع الدماغ. يلعب هذا الأخير دورا مهما خاصة في وظائف الحركة من خلال موقعه الرابط بين المخ والمخيخ. يساهم الجسر أيضا في مجموعة من الوظائف العصبية الودية، وكذلك في حاسة اللمس عند الوجه، فهو يحتوي على مركز ومنبع العصبي الثلاثي التوائم. يرتبط الجسر بالمخيخ عبر السويقتين المخيخيتين الوسطيتين. كما أنه يحد خلفه الواجهة الأمامية للبطين الرابع. النخاع المستطيل أو ما عرف سابقا بالبصلة السيسائية هو الجزء الذي يمتد بين الجسر والنخاع الشوكي. يحتوي النخاع المستطيل على زوج من الأجسام الزيتونية وزوج من الأهرام في وسطه، تضم هذه الأخيرة ألياف المسار القشري الشوكي. يحتوي النخاع المستطيل على مراكز لا إرادية تتحكم في وظائف حيوية مثل التنفس ونبض القلب والعديد من الوظائف الإنعكاسية الأخرى كالقيء والسعال والعطس والبلع. ينتهي النخاع المستطيل في مؤخرته السفلية بالتصالب الهرمي،
يشكل هذا الأخير منطقة عبور للألياف القشرية.